بودينغ، الخبز والزبدة. تدهن صينية الخبز بالزبدة، ثم تدهن شرائح الخبز الطرية بكمية من الزبدة. توضع ملعقة كبيرة من القشر المشكل في صينية. يضاف ربع كوب من الفاكهة المجففة، ثم توضع شرائح الخبز الطرية في وعاء. يضع 3 حبات بيض، يضاف 2 كوب حليب، 1 كوب سكر بني، ويقلب. يصب الخليط في صينية الخبز. تخبز البودينغ في الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية مدة 35 دقيقة وتقدم.